متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة للجميع. نبدأ نشرح لنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة الإفطار، حيث تكون درجة الحرارة 33 درجة مئوية، الرطوبة منخفضة 21%، أما الرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلة السرعة. انتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة ليوم الجمعة. سكاكا طقس مغبر 33 ل 20، عرعر فرصة زخات رعدية من الأمطار 32 ل 20، أما تبوك غبار خفيف 30 إلى 18. المنطقة الغربية نبدأ بمدينة جدة 37 إلى 22، مكة المكرمة 38 إلى 23، الطائف 28 إلى 18، المدينة المنورة 34 إلى 21. المنطقة الجنوبية الغربية أبها زخات رعدية من الأمطار 26 إلى 16، جازان 35 إلى 31، الباحة 26 إلى 18. بالنسبة للمنطقة الشرقية، فرصة زخات رعدية من الأمطار في حفر الباطن 36 إلى 24، الدمام طقس صافي 35 إلى 24، الإحساء 37 إلى 24. بالنسبة للمنطقة الوسطى نبدأ بحائل أتربة مثارة 33 إلى 18، بريدة 36 إلى 22، أما العاصمة الرياض فرصة زخات خفيفة من الأمطار 36 إلى 27. إلى اللقاء.